اذا ممكن بس يعني تعطينا فكره عن كيف متى وكيف بيدخل العدو لنا طب كيف ابليس لما اتكلمنا عنه قلنا ان هو ذكي جدا وخبير في التعامل مع مع الانسان وبيعرف ينتهز الفرص نعم فابليس اولا يحاول انه يتجاذب اطراف الحديث معنا م. فزي ما عمل مع فاحسم الامر من اولها ما بدون مفاوضات وبدون مفاوضات, مفاوضات ما تسالوش اسئله وبدون مفاوضات في ذهني هو يجي يتعامل مع الاذهان أه. فانا مش هتفاوض معاه في ذهني لما تيجي فكره أه. في ذهني انا بشجع, بشجع كل واحد من المستمعين من فضلك خد الفكره وروح قدام الله واتكلم معاه مع فيها يقول الكتاب كده اهو عن 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 داود وقال داود في نفسه اني ساهلك يوما بيد شاول م. بعدها تلاقي كميه اخطاء وخطايا داود عملها مهوله فالنهارده اول حاجه لا تتجاذب اطراف الحديث في ذهنك م. مع ابليس دي اول حاجه الحاجه الثانيه انه يجي لنا وقت الاحتياج يقول عن المسيح انه جاع اخيرا وقت الاحتياج ياتي ابليس عندما تصيبنا مشكله ومحتاجين لها حل يجي ابليس ويحارب ساعتها ويخبط ويقولك ربنا ويضعف اه ربنا ما بيهتمش بيك والحاجات اللي اتكلمنا عنها